نظره فوقيه لا تخلو من عنصريه واضحه مفوض الشؤون الخارجيه للاتحاد الاوروبي جوسيب بوريل يقول ان اوروبا كمثل حديقه رائعه الا انها بحسب وصفه محاطه بالادغال والغابات التي تمثل خطرا عليها <applause> اوروبا حديقه نحن بنينا هذه الحديقه كل شيء فيها يعمل فيها افضل مزيج من الحريه السياسيه والافاق الاقتصاديه والتماسك الاجتماعي التي تمكنت البشريه من بنائها هذه الاشياء الثلاثه مجتمعه اما بقيه العالم كما تعرفون جيدا فليس بحديقه ان معظم بقيه العالم غاب والغابه قد تغزو الحديقه بعيدا عن مفهوم الغابه الذي استخدمه بوريل بما يحمله من دلالات على البدائيه والهمجيه والتوحش فان المسؤول الاوروبي رفيع المستوى حذر الاوروبيين من غزو تلك الغابه لحديقتهم ناصحا اياهم بالذهاب الى الغابه قبل ان تاتي هي اليهم نصيحه راها كثيرون دعوه غير مباشره الى عوده سياسات التوسع والاحتلال الاوروبيه في انحاء العالم تصريحات بوريل بوصفه ممثلا للسياسه الخارجيه الاوروبيه تجاهلت حقيقه ان تلك الحديقه التي تغنى بها قد بنيت من نهب خيرات ما وصفها بالادغال، فالتاريخ يشهد كيف نهبت خيرات اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينيه طوال مئات السنين لتحقيق الاطماع الاوروبيه في بسط النفوذ والسيطره. بل إن المنطقة العربية من المحيط إلى الخليج تقف شاهدة على همجية الاحتلال الأوروبي وجرائمه التي خلفت ملايين الضحايا. 16 ولعل ما صرح به الصحفي البلجيكي ميشيل كولون يحمل الرد الشافي على تصريحات بوريل إذ قال كولون إنه على مدى خمسة قرون قامت الدول الاوروبيه بنهب ثروات العالم الثالث، وان الحضاره الغربيه هي حضاره لصوص، وقد صارت تلك الدول ثريه على حساب دماء الاخرين ومقدراتهم. في المحصله فان جوزيف بوريل بتصريحاته كشف عن عمق الازمه الاخلاقيه التي يعيشها الغرب، تلك الازمه التي يبدو انها ستؤسس لصراعات جديده يشهدها العالم، ربما على المدى القريب.